سيف الإسلام معمر القذافي نجل الزعيم الليبي الثاني والأول من زوجته صفية فركاش ولد في 5 يوليو عام 1972 في باب العزيزية بطرابلس ويبلغ من العمر 39 عاما، لكنه مثل والده لا يشغل أي منصب رسمي في الجماهيرية، ويرأس حاليا مؤسسة القذافي للتنمية التي كان أسسها عام 1998. سيف الإسلام لم يعرف له أي حضور سياسي قبل الأزمة الليبية عدا مساهماته في جمعية حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة القذافي التي يرأسها في الإفراج عن معتقلين سياسيين. وفي العام 2006 قاد تيارا إصلاحيا ودعا إلى استحداث دستور ثابت لليبيا، وأطلق أول مبادرة للتحول السياسي للبلاد من ليبيا الثورة إلى ليبيا الدولة، موجها انتقادات حادة للنظام السياسي وقتها. حضوره السياسي بدأ بعد الأزمة بخمسة أيام، إذ خرج بخطاب تهديد وتحذير من حرب أهلية في حال استمرت الاحتجاجات، متهما 3 مجموعات بالوقوف وراء الأحداث، وهي حسب قوله بعض المجموعات الحزبية والنقابية المنظمة، وكذلك جماعات إسلامية تسعى لإقامة دويلات إسلامية، ومجموعة ثالثة تناولت المخدرات وحبوب الهلوسة. يصبح حرب أهلية، نرجع للحرب الأهلية بتاع 1936. ومنذ ذلك الحين لم يخبو نجم سيف الإسلام، فعمل على إقامة لقاءات مع فئات مختلفة في العاصمة طرابلس، وحرص على الحضور في وسائل إعلامية أجنبية وعربية كان منها قناة العربية، وقال وقتها إن الأزمة تسبب فيها ليبيون وعرب، بالإضافة إلى المسؤولين الليبيين الذين هربوا من خلال تقديم استقالاتهم، مشيرا إلى أن التحريض كله تم من الخارج. هم موجودين في الخارج، هذا كلهم يتمنوا أن الوضع ينهار في ليبيا. عدنان السوادي، العربية.